السلام عليكم. اليوم عندنا من نوادر القطع من 5 أونصات من الفضة الخالصة للأميرة ديانا. طبعا هذه الدايموند اديشن، سو فيها نوعين. بس اول شيء نشوف العملة. طبعا بالتاج لو تلاحظون خلطة في الليت عشان يبين اكثر. هذه الالماس هني على التاج، دعش الماسة، طبعا تلمع بس شوي الفيديو. وهني الأميرة ديانا بسمارت مينتينج، القطعة روعة تبارك الرحمن، تمسكها بمناسبة عيد ميلادها 60. طبعا هي ماتت من قبل بس الأجانب يظلون يسوون. طبعا من الخلف حضرة جلالة الملكة إليزابيث الثانية، وجه العملة 10 دولارات. نشوف الديزاين، الورد روعة مع حضرة جلالة الملكة لدولة نيو سنة 2022. Forget me not, yes indeed your majesty will never forget you of course. طبعا هو كان مكتوب حق ديانا بس يعني صارت حق الملكة. 5 أونصات من 3 تسعات من الفضة النقية. طبعا هذه القطع للعرض بس، ممكن أبيع بس بالسعر المناسب. كل شيء للبيع بالسعر المناسب، ما في شيء للعرض فقط، بس السعر المناسب. طبعا هذا 60 بيرثدي اوف ليدي ديانا او برنسس ديانا. نشوف الشهاده مع بعض. طبعا هنا نشوف المنتج 440 قطعه نورمال اديشن، اما الدايموند اديشن هذا مو بالانجليزي. وين الانجليزي؟ دقيقه خلينا نشوف الانجليزي وين. شكله ما في بالانجليزي. المهم انا راح اترجم لكم. هذا الدايمنتو يعني دايموند، الدايموند اديشن 60 قطعه دايموند اديشن، ذن منتج 440 قطعه للقطع العاديه، اما الدايموند 60 قطعه فقط حول العالم. يعني انا جبت 2 من قبل بعتهم، كان السعر جدا مناسب، والحين جبت 4 وخلاص هذه اخر 4 ما راح اقدر اوفرهم مره ثانيه. المصدر ما كان عنده غير 6 قطع وخذيتهم 6، فباقي هالأربع قطع الممتازة والنادرة جدا. يعني تقريبا باقي حول العالم، يعني في بالكويت داخل 6، خارج العالم باقي 54 قطعة فقط. اي 54 قطعة. بنشوف الشهادة مع بعض عدل، بعدين نشوف القطعة مرة ثانية. سيفيكيشن ليدي ديانا فاميلي ان بوك، يعني هاي كلها باللغه الثانيه، بين يحولون انجليزي. ها هني بالانجليزي. اوكي فهمت. الاسود اللغه الثانيه، الانجليزي اللي هو بالازرق. 5 أونصات من الفضه النقيه 155.5 جرام، بلاك بروف اللي هي الطلاء بالبلاك بروف، احلى صار شكلها. الدوله نيو او جزيرة نيو، منتج 440 عادي و 60 قطعة، لكزري بوكس اند سيرتيفيكيشن، ديفرنت مينتينج تكنولوجي، ريل دايموند انسرت. وهذه الدايموند، طبعا هذه المواصفات الالماسة لهذه القطعة، VSC2 0.0035 قراط 0.88 mm، نورمال اديشن. طبعا تشوفوا ما في فرق، هني النورمال اديشن وهني الدايموند اديشن، نفس الديزاين بس ما في الماس فوق، هني فيها الالماس. اللي خلق يقرا يصور ويقرا سكرين شوت، انا ما خلق. اوكي تمام. الحين نشوف العملة، نشوفهم أربعتهم، ايش رايكم بزوم قوي؟ طبعا ما راضي يزوم بس ما يخالف. هذه القطعة هذا سمارت مينتينج، هذه الألماس هني، برنسس اوف ويلز from 1961 to 1979 she died.
on the back, Her Majesty, and it says, so awkward. Forget me not. Yes, indeed, Your Majesty. طبعا التفاصيل رهيبة جدا. شوف قطعة ثانية. هذه الماسات تبع هذا الماس. التاج فوق 11 الماسة. طبعا هذه من يتم مغلفة ببلاستيك لما شلت الطبعة كذي يعني بس ماي اتوقع يروح. شوف ثالثة. طبعا بس نوريكم ان كلهم الماس. قطعة تبارك الرحمن جبارة والكبسولة حلوة بس للأسف هذه الكبسولة راح تدخل هواء فلازم تتغلف ببلاستيك راب. يعني الحين عندنا آخر قطعة. هذه آخر قطعة اللي محبين ديانا وينكم؟ شوفوا تفاصيل الهدوم الماس حضرة جلالة الملكة إليزابيث آي آي وقيت مي نوت مع البرد. شوفوا التفاصيل رهيبة. $10